في باخير الدعوه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله عالم، يعني العالم كله. فالدعوه عالميه والرحمه عالميه على يد رسول الله من البدايه. سبحان الله، سبحان الله العظيم. بعثت ميسرا لا معسرا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وكونوا عباد الله اخوانا. يا صاحب البئر لا تخبرنا، للوحوش ما اخذت والسباع ما اخذت في اجوافها، ولنا ما تركت في البئر، وان هذا رجل يتنطع في ديننا والله لا يحب المتنطعين. هكذا هكذا بهذه الرحمه. لما الانصار حزنوا في حنين، وزع على الطلقاء الالفين اللي لسه داخلين الاسلام الجديد يتالفهم بالمعنى، فقال اين القوم؟ ولا انصار ما خدوا، تعالوا جاء الشيطان، ونحن بشر. لقد عاد الى قومه، لقد عاد الى اهله، وقف فيهم خطيبا. قالوا سوف تقولون جئتنا طريدا فاويناك، وان قلتم فلقد صدقتم. وجئتنا فقيرا فاغنيناك، ولئن قلتم فقد صدقتم. وجئتنا مكذبا فصدقناك، ولئن قلتم فلقد صدقتم. الا ترضون ان يعود الناس بالاسلاب والغنائم، وتعودون انتم برسول الله؟ يا سلام عليه الصلاه والسلام. ثم قال عليه الصلاه والسلام: اني وكلتكم الى ايمانكم، واعطيت هؤلاء من لعاعه الدنيا، عشاء من حطام الدنيا ومتاعها. سبحان اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، والله لو اكن من مكه لوددت ان اكون من الانصار. فبكى القوم وضلت لحاهم، وقاموا يقبلون يا رسول الله، قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله عليه الصلاه والسلام. انظر الى الايمان ماذا يصنع، والرحمه، لان هو عباره عن كتله من الرحمه. احنا قلنا فيه من قبل صلى الله عليه وسلم هو مثال للانسان، مثال للانسانيه التي صاغها رب العباد سبحانه وتعالى. يعني كانه سبحان الله العظيم صاغه رب العباد صياغه خاصه ليكون هو مثال الانسانيه على مستوى التاريخ كله، من قبل ومن بعد. ما وطئت الغبراء وما أظلت الخضراء، يعني إنسان أعظم